بجاية تيزي وزو وبومرداس، ولايات اشتهرت بإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون وطنياً، حيث تسجل كل منها فائض في الإنتاج. إلا أن هذه السنة الحصيلة جاءت عكس توقعات الفلاحين لاعتبارات عدة. نشادي نافوس جزائري، أسجزائر إلى فريم المونيف أعقوس موري خوص. خوص وشو؟ باسكو ما دينا إلا وخلهم زمور يتلقى الزيت أو كينقصو زمور يتلقى غيات مقرات إوا شو باسك ما دينا زمور خلام صافي دير كنا نوامان تشور ضمان إن وين إن ديمينيو مدام ليكواسيون دا شوت أرس ما دينا وسكاس لا نخلا وامان الزمور يتسوي فاي يجمع يا من سخلا دونك يتلقى الزيت ما سكاس دا واحد مان تخص ولا حدا مان زغن يتسغى ما يتساوى الزيت اتصفت دروس اون برودكسيون دوليف لي لوروندمون اي لي تيلفي لكن كثر 90 كيلو اكس 30 لتر سي كيفا مليح. الزيت المنتج هذه السنة تميز بجودة عالية أكثر من المعتاد، إلا أن الأمطار المتساقطة خلال شهر ماي تسببت في تلف المحصول وتراجع كميته. اسباب لو مومون تاع لا فلوريزون تاع الزيتون بالشجره بنفسها المواد مي مواد جوان كان سيفو ولا سيفو رابلي كان دي فورت بلوي لي ضروا النوار تاع الزيتون وكان تساقط كميه كبيره لا كومبان 2018-2019 كان حوالي 20% تراجع نسبيا هي تراجع للمناخ ولكن كان حاجه اخرى مليحه سنا بالابور لويل بوليف ولا لوليف دو طاب كاينه نوعيه كاينه جوده. تراجع إنتاج الزيتون هذا العام يتماشى وفق مبدأ عام وفير وعام قليل الذي يميز هذه الشعبة، وهو ما يجعل الفلاحين يأملون في محصول وفير العام المقبل.